كنا بشهر ثلاث سارح أخوي بحقل زراعي إنها المزروع الغنم أصغر مني بسنتين، فأجت دورية الجيش اللي بعثها مسؤول المستوطن يموش سيفان، أجوا أخذوا، نزلت على الغنم أطلعها من الحقل اللي بجنبه مش إنه، رفعت الجوال برن على أبوي عشان يرن على الصليب إن الجيش أخذ أخوي. فلما طلت الجوال برن على أبوي انتبهت للجندي اللي ماسك الجوال من إيدي وضرب فيه. كان يضربنا إما على ظهورنا الباروده وإما شلاليط على ظهورنا. أخذونا على باب المستوطنة ونيمونا على الأرض، بعد ما نيمونا على الأرض كلفشونا ورا بالبلاستيك، وبعدين تغمغمونا عيونا وزمونا بالجب وأطلعونا. وين أخذونا ما نعرفش. كان الطقس في شهر ثلاث في النهار طقس ربيعي، وفي الليل كان سقعة، كنا لابسين بلايز نصكم. فلما أخذونا هناك كل ما نحكي معاهم كانوا يبلشوا يضربوا فينا، جابوا الكلاب وبلشوا يدربوا فينا علينا. وإيش عملوا الكلاب؟ كانوا ينطوا علينا خشطونا وظلوا حاجزيننا للساعة واحدة بالليل. وكل هذا الوقت ما كانش في سبب ما فيش أي سبب، كله بس عشان المستوطن اتصل عليهم تعالوا خذوهم. كان في دم طبعا، ردت علينا العائلة وجابوا لنا مواد إسعاف أولية وعملنا. يعني تعالجتوا هون؟ فيش لا سيارات هان ولا في عيادة هان، وتمنها تيجي السيارة بدها تقريبا ساعتين، بتها تطلع فينا ترد ساعتين وبتها ترجعنا ساعتين. تعودنا على هذا الإشي، بس لأول مرة بيدربوا الكلاب علينا، فطبعا خفنا. كنا كل ما نضرب الكلاب نزيحهم، معهم مربطين نقدرش نزيحهم إما في كتافنا وإما نزيح عنهم يضربون الجنود.